يا مساء الأنوار على مشاهدي قناة النهار. النهاردة بمشيئة الرحمن وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة ألتقي بالصديق العزيز المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. عاد بالأمس من سويسرا من المحكمة الرياضية الدولية خاصة ببعض القضايا الهامة جدا والتعويضات الكبيرة التي فرضت على نادي الزمالك من وراء أجوجو وكريم الحسن وآخرين. يحدثنا عن هذا الأمر. أيضا لديه مفاجآت كبرى في بعض قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك فيما يتعلق بلجنة الأندية، ستذاع لأول مرة مع المهندس هاني زادة. في الجزء الأول هندردش مع بعض عن بعض الأخبار المحلية، ثم نتحدث عن كأس العالم وما جرى بالأمس ومباريات اليوم والتوقعات وفيديوهات كثيرة جدا خاصة بهذا الحدث العالمي الكبير. أيضا بالأمس انطلقت مسابقة كأس مصر كرة القدم، وأتصور أنها لم تكن هناك مفاجآت بمعنى مفاجآت، يعني وادي دجلة فاز على المقاولون العرب 2-1. الرجاء والقناة بضربات الترجيح الرجاء يعبر إلى دور الثمانية. الزمالك يفوز على غزل المحلة 2-1. النهاردة إن شاء الله وفي الخامسة يعني بعد انتهاء حلقتنا مباشرة هيكون الأهلي أمام المنيا، اتحاد الشرطة أمام الإنتاج الحربي، سموحة أمام طلائع الجيش، والإسماعيلي أمام الداخلية. وبمشيئة الرحمن في خلال دقائق هنزيع لحضراتكم الأهداف التي تمت بالأمس. كمان أنا بطمن المعلقين اللي بعتوا لنا فيديوهاتهم على صفحتنا يا مساء الأنوار على الفيسبوك، إنه إحنا صحيح اليومين الأخرين ما زعناش لكن كان لضيق الوقت الشديد. من النهاردة إن شاء الله هناخد يوميا 10 تعليقات، كل تعليق هيبقى مدته دقيقة، يعني هنخصص 10 دقائق اعتبارا من اليوم نذيع تباعا وبالأقدمية التعليقات الخاصة بالمعلقين الجدد، واحنا ملتزمين بكل كلمة قلناها، ما تقلقوش ابدا ابدا ابدا. برد على اصدقائنا اللي بعتوا على الفيسبوك انه عندهم بعض القلق، ليه ما بتتذاعش الحكاية، المسابقة اخبارها ايه، الحكاية الرواية. طبعا انتوا شفتوا من امبارح قناة الحظيرة بدأت تقلدنا وبدأت يبعتوا يقولوا لهم يبعتوا لنا تعليقات ويذيعوا الحكاية، ماشي ما عندناش مشكلة ياخدوا مننا، ما عندناش مشكلة إطلاقا في إن أفكارنا يتم استيرادها في القنوات الأخرى. اتحاد المصري لكرة القدم، وكان اجتماع في منتهى الأهمية بالأمس فيما يتعلق بمسألة الهبوط وعدم الهبوط ومناقشات واقتراحات، زي ما كان قال لنا كابتن حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة فيما يتعلق باجتماع اتحاد الكرة بممثلي لجنة الأندية، اللجنة اللي تم تشكيلها وذهبت بالأمس إلى اتحاد الكرة لمناقشة الموضوع الهام والحيوي جدا 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 والخاص بمسألة الهبوط وعدم الهبوط. وكان الحوار من الجانب الفني وجانب المصلحة العامة وجانب احترام اللوائح والقوانين وأمور أخرى كثيرة. كان في هذا الاجتماع أيضا الصديق العزيز المهندس محمود الشامي وأيضا الكابتن فاروق جعفر باعتباره هو المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم. اللجنة وفقا للكلام اللي اتقال انه وصلها 13 خطاب بيحمل 11 نادي رغبتهم في احترام اللوائح والقوانين، ومن ثم الاتجاه العام الذي سيعلن بشكل نهائي يوم الأربعاء القادم بإذن الله فيما يتعلق بمسألة الهبوط. الاتجاه العام واضح جدا أنه في طريق اعتماد أو التمسك باللائحة التي أعلنت في بداية الموسم وأقرت حتى نهاية الموسم.
لقطات اللي قدام حضراتكم دي لقطات خاصة بلجنة الأندية اللي راحت النادي الأهلي امبارح، وده شيء جميل وشيء عظيم جدا انه لجنة الأندية ترسل مجموعة من أعضائها لمقابلة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر للحوار والمناقشة وإقرار النظم والمسائل ويعني الأمور المتعلقة، واللي كانت محل حوار كبير طبعا ده الدكتور إسماعيل فايد نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة موجود على يسار المهندس محمود طاهر ومجموعة كبيرة من أعضاء لجنة الأندية، وكان حوار مثمر جدا 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 الحقيقة. وفي النهاية لجنة الأندية برئاسة المستشار مرتضى منصور عملت مجهود عظيم 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 لا يستطيع أن ينكره أي إنسان على الإطلاق، سواء فيما يتعلق بالاجتماع اللي تم مع رئيس الوزراء وإقرار مجموعة من الأمور الهامة كانت بتؤرق الأندية وربما في مقدمتها النادي الأهلي، مسألة الضرائب والحجوزات والجدولة وفترة سماح وكذا 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 وأمور أخرى كانت كثيرة معلقة وأمور خاصة بالبث الفضائي. كل دي الحقيقة إنجازات لا يمكن على الإطلاق إن إحنا في ظل هذا المشهد الجميل اللي قدامنا إن إحنا ننسى مجهودات اللجنة برئاسة المستشار مرتضى منصور اللي الحقيقة كان له دور فعال وكبير جدا جدا في كل هذه الأمور. ربما بعض الأمور وطرت العلاقة بين النادي الأهلي وبين لجنة الأندية، ربما كان للنادي الأهلي رأي خاص به، ربما لم يعتاد بعد مجلس الإدارة الجديد باعتباره يعني بيتولى لأول مرة هذا المنصب كيف تتم الأمور في هذه الأحوال وأمور أخرى كثيرة. طيب جميل جدا، معانا الكابتن حسن فريد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة. يا حسن بيه مساء الأنوار. مساء الأنوار مدحت بيه، ازي حضرتك يا ربنا يخليك. يعني احنا الأول بنعرض حسن بيه على الشاشة الحقيقة في هذه اللحظات وصول لجنة الأندية إلى النادي الأهلي امبارح والاجتماع بمجلس إدارة النادي الأهلي، حابب أسمع تعقيب حضرتك أولا على هذا الأمر قبل ما نتكلم في اجتماعكم أنتوا بقى اللي خاص باللوائح والأمور دي. الحقيقة شعور طيب جدا، الرياضة فيها تسامح وفيها حب وفيها روح رياضية، والحقيقة اللجنة أدت دور كويس جدا، وحتى لجنة الأندية المهم إن احنا يكون القطبين على وفاق. نعم. وده لصالح الكرة المصرية ولصالح العام في هذا التوقيت. البلد بتمر بظروف صعبة، ليه نسير الناس؟ تعالوا نتكلم في بحوار هادئ نوصل للهدف اللي احنا عايزينه بلا انفعالات. النهاردة احنا في مصر الجديدة، كلنا عايزين نخدم بلدنا، كلنا عايزين الصالح العام. لغة الحوار انسب شيء لانك توصل للهدف اللي انت عايزه بالظبط، وده شيء طيب جدا يحسب للجنة الأندية. صحيح، وانا يمكن حتى قلت يا حسن بيه قبل كده يعني احيانا بعض النفوس لا تلتقي، ما فيش مشكلة، لكن في النهاية احنا بنمشي لغة الاحترام والرولز الطبيعية، حتى مش لازم نلتقي ونقعد مع بعض يعني. صحيح صحيح، تعال نختلف ولكن بروح رياضية وبحب وبدون ما نقطع قمصان بعض. ده كلام محترم وسليم جدا، والنادي الاهلي ونادي الزمالك هم الصارحين الكبار جدا، وبالتالي وجودهم هو رمانة ميزان الكرة المصرية لصالح الكرة المصرية. صحيح. لصالح الصالح العام، لصالح كل شيء، الأهلي والزمالك إيد واحدة يعني علشان الكرة والمنتخبات والرياضة بصفة عامة. أنا بتفق مع حضرتك 100%. إن شاء الله يكون كده. طيب نروح بقى على اجتماع حضرتك ومجموعة من اتحاد الكرة مع ممثل لجنة الأندية، هم نفس المجموعة اللي راحت نادي الأهلي هي اللي جات لكم امبارح؟ منبثقة سبع أندية. سبع أندية يتقدمهم طبعا الدكتور إسماعيل فايد المحترم أوي. حقيقة يعني أوي 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 جدا يعني راجل جليل تعرف تاخد منه رأي. صحيح، الحقيقة كان بيساعدني جدا وقدرنا نوصل لنتيجة طبعا، وكان موجود نادي الداخلية وكان موجود نادي الإسماعيلي ونادي تليفونات بني سويف ممثل عن الأندية الهابطة. أيوة
ومن اتحاد هم سبع أندية ومن اتحاد الكورة كان الحاج محمود الشامي حقيقة لعب دور كبير جدا 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 كالعادة. لا الحاج محمود حاجة تفرح الحقيقة أوي أوي أوي. يعني أنا الحقيقة سعيد إني بشتغل مع الحاج محمود. هو شخصية جميلة وملم. منظم مرتب مقنع خبرات كبيرة ما ننساش يعني كل كلام ده الحقيقة كان معاون جيد ليا. نعم. ثم المفاجأة ليا الكابتن خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني. ده برضو شخصية عظيمة جدا. نعم ده أفهمنا يعني الحقيقة دراسة عظيمة عاملها وعدد الأندية وعدد المجاميع حاجة تفرح يعني. يعني هي دراسة الكابتن خالد كامل فيما يتعلق بتبعات إذا حصل مفيش هبوط. يعني أنا بشرح كل فرد كان دوره إيه. بالظبط بالظبط. الحقيقة يعني شرح وافي الحقيقة محترم جدا جدا الكابتن خالد. نعم. ثم كابتن فاروق عافر العميد ثروت سويلم طبعا كان موجود معانا. نعم. راجل برضو احنا بنسميه في اتحاد الكورة الجندي المجهول. صحيح. يعني ده لولا يعني الحقيقة ويعني مساعدته خلت الدوري يكمل لحد دلوقتي. هو اتصالاته جميلة جدا بوزارة الداخلية وزارة الدفاع الحقيقة. نعم. راجل مهذب راجل من بيت يعني. هاي. نعرف نتكلم معاه. ثم الكابتن فاروق جعفر طبعا كابتننا واستاذنا وخبيرنا في الكوره. شرح من وجهه نظره بعد كده النواحي الفنيه والسلبيات والايجابيات من كل زاويه. اوكي. ووصلنا واستمعنا الى شرح الاستاذ الكابتن احمد سعد ممثل عن أندية القسم الثاني اللي قصدي الأندية الهابطة. الهابط. نعم. اللي هم يعني أصحاب مصلحة. واستمعنا إليه جيد. ثم أنا في البداية قلت إن أهلا بيكم بالنيابة عن جمال بيه علام. نعم. وأعضاء مجلس الإدارة في البيت الكبير ممثل الكرة المصرية. إحنا بنرحب بأي اقتراح يجينا من أي لجنة. وهدفنا هو الصالح العام. نعم. وإذا كان الاقتراح وجيه بنعرضه على الخبراء اللي هم قاعدين هم كلهم ويشرح كل واحد يشرح في تخصصه وفي الآخر نوصل للهدف وهو الصالح العام. تمام. وما يخدم الكرة المصرية. طبعا بعد الشرح وتعد كل حاجات دي ثم طرحت على اللجنة 11 جواب من 11 نادي في القسم الممتاز ألف موافقين على اللائحة وشروطها. وشروطها بما يعني عدم إلغاء الهبوط. مظبوط كده. نعم. ثم ناديين رفضوا. الزمالك والشرطة. الزمالك والشرطة. ثم ثلاث أندية ما بعتولناش حاجة. اللي هو الداخلية حرس الحدود في نادي كمان. أوكي أنا هنفتكره دلوقتي. نعم. الجيش أعتقد طلائع الجيش. طلع الجيش. وموضوع يعني والحقيقه الدكتور ابو اطال في الكلام وحاجه تفرح يعني. نعم. وصلنا القرار في النهايه بالاغلبيه توصيه لمجلس اداره الاتحاد الكوره بالشروط واللائحه بشروطها. نعم. تطبق ثم الدوري السنة الجاية يبقى من دور واحد مجموعة واحدة. تبقى مجموعة واحدة وعلى الأهلي والنادي المصري وإحنا معاهم نحل المشاكل. يلعبوا في برج العرب. أنا كنت اقترحت من شهرين الكلام. القاهرة وبعيد عن بورسعيد. برج العرب. أنا قدمت للجنة اقتراح مني أنا شخصيا. نعم. إن أي لعيب من سن 18 لسن 21 سنة أيوة يحترف في الخارج اتحاد الكرة مناصفة مع وزارة الرياضة يدفع لنادي مليون جنيه. يا سلام يا سلام. انت بتشجع الشباب الصغير اللعيبة الصغيرين على الاحتراف من 18 سنة ل 21 سنة. وهنحط طبعا هنحط ضوابط مثلا في دوريات مشهورة في القسم الاول كده يعني. احنا بنقول الفكرة. ايوة. مرحبوا بيها جدا كابتن. نعم. فاروق جعفر طبعا شرح مزايا الفكرة دي وقال الكاميرون كده ساحل العاج كده نيجيريا كده السنغال كده اللي هم عندهم محترفين في الخارج بأعداد مهولة. ده يسري المنتخبات القومية ودول المنتخبات الأفريقية اللي وصلت كاس عالم باستثناء السنغال. احنا لو عايزين محترفين لازم نبتدي من السن الصغير.
دي فكرة عبقرية. الأندية ما تغاليش في أسعارها كمان أنا هكافئك يا نادي. آه بالظبط، يبقى هو واخد من بره بالإضافة إن أنا بديله مليون جنيه كمان. بزود له كمان، طبعًا وزارة الرياضة تقدر تخدمنا في هذا الموضوع. نعم. أنا بقول الفكرة وعلى الدارسين في هذا الموضوع يحطوا لنا إنجلترا بكام؟ طب أوروبا الشمالية بكام؟ نعم. وهكذا. طيب أنا فكرة عبقرية مبدئيا حسن بيه، وأنت طول عمرك أفكارك عبقرية ده أكيد يعني. خلينا نحط تاتش صغير كده عليها، صغير قوي. من 18 سنة أخشى ما أخشى إن واحد يجيب في قطاع ناشئين في 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 دولة من الدول الأوروبية ويروح يتأيد ناشئين وما يلعبش فريق أول، مش هنستفيد بيه، وربما بعد ما يخلص مرحلة الناشئين يوزعوه في أي حتة أو يرجع أو إلى آخره. فخلينا نقول يبقى فريق أول في احد الدوريات الاوروبيه، بنتكلم في المانيا، في انجلترا، في اسبانيا، في ايطاليا، في فرنسا، في بلجيكا، في بلجيكا بالظبط كده، البرتغال كده يعني. انا بعد ناشئ تحترف في الخارج من السن الصغير. برافو، والله فكره ممتازه يا حسن بيه. طبعا وفي النهايه قمنا اتغدينا في اتحاد الشرطه، في نادي اتحاد الشرطه، وتمام وانتهى الموضوع الصغير. واحنا مش مع حد وضد حد، احنا الى الصالح العام، واحنا جميل. بنشكر لجنه الانديه، اي لجنه تدينا اقتراح او توصيه فوق دماغنا نتجلس. صحيح، وخبرائنا ونقادنا الرياضيين المحترمين اللي زي حضرتك يقولوا لنا رايهم ايه. لا ده شيء عظيم وشيء ديمقراطي. كمان سنتين، كمان 3 سنين، ولا الى الصالح العام. اذا احنا كده حسن بيه بنتكلم على ان احنا العام القادم بمشيئه الرحمن الدوري العام مجموعه واحده مكونه من 20 فريق وفقا للشروط التي اعلنت في بدايه الموسم، ومن ثم ستطبق اللوائح والقوانين كما هي حسبما اعلنت. مظبوط كده. والدوري والايه يا حسن بيه؟ والدوري هيبقى من مجموعه واحده. هل في ميعاد مقترح لانطلاق الدوري العام؟ لجنة المسابقات بقى الحاج عامر حسين الحقيقة بقى يعني هينجز الحاجات دي، اعتقد ان هم شغالين في حاجة زي كده. هو كان كلامه الاول 15 سبتمبر، وبعدين رجع الكابتن شاوي اعتقد قدم طلب انه عايز يبتدي بدري شوية الدوري عشان يستفيد بالدوري العام، وبعدين رجع اعتقد في كلام تاني، فانا كنت حابب لو في عند حضرتك رد مؤكد يعني. هو هناك نقاش ما بين الكابتن شوقي غريب والحاج عامر حسين. تمام بس لسه هيقولوا لنا يمكن قبل يوم الاربعاء مجلس الاداره ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك حسن بيه، ودايما موفق وصاحب الانجازات الجميله. ربنا يبارك. والاسلوب الراقي كالعاده. ربنا يبارك فيك. اشكرك شكرا جزيلا حسن بيه. الحقيقه